السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في لاشين تاعي. اليوم مع سعيدة كويزين راح نديرو بكبوكة بالكرشة، أو كما تسمى في مناطق أخرى بالدبارة. راح تشوفوا معايا الطريقة اللي ننظف بها الكرشة. هنا نقصيتها باش يكون سهل عليا الفيلمي. نحي الجلدة والشحمة تاع الكرشة اللي لداخل كامل، هذا بالنسبة للطبقة للداخل. ما الطبقة للبرة أنا ما نحيلهاش، نخليها هكا بهذا القشرة هذه الكحلة. كاين اللي يحب ينحيها، هنا كل واحد وكيف ما في يخدم. بعدها نغسل المصارن، هنا نلقي المصارن تاعي للروبيني، نعمره بالماء، وبالطريقة هذه نصفيه. نعاود العملية هذه 3 مرات، ومن بعد نقلبو المصارن كامل، نديرهم بنفس الطريقة، المصران الرقيق أو الخشين، ونزيد نعاود نغسلو. بعدها بعد اللي نكمل نغسلهم كامل، ننظفهم مليح، ندير كمية من الماء، نزيد لها شوية خل، بعد نحط فيهم الكرشة والمصارن ونخليهم أقل حاجة 2 ساعة، ومن بعد نبدأ هنا نوجد البكبوكة. هنا واش درت، حطيت كمية من الماء على النار يسخن. الكرشة بعد اللي خليتها في الماء والخل، أنا خليتها أكثر من 2 ساعة، صفيتها وقصيتها. نحطها في هذا الماء حتى تغلي مع كمية من الملح، تقريبا غرف صغيرة. بعد اللي تغلي نصفيها ونخليها على جنب. من جهة أخرى حطيت مغرف زبدة ومغرف زيت في لاكوكوت تاعي. تقدروا تبدلوا الزبدة بالسمن كما تقدروا، ديروا غير الزيت، زيت زيتون ولا زيت العادية كما تحبوا. بعد يذوب الزبدة راح نقلي فيها بصلة متوسطة، كنت رحيتها مليح، ونربي معها 2 سنات حتى 3 سنات ثوم. نقليهم شوية مع بعض، ومن بعد نزيد لهم الكمية تاع الكرشة والمصران. نخلط المكونات هذو مع بعض ونقليهم شوي. بعدها مباشرة راح نزيد التوابل. التوابل راح يكونوا ملح، فلفل الكحل، فلفل الكحل ربع مغرف، ومغرف صغيرة، وربع مغرف كمون. راح نحتاج كزبر، راس الحانوت، والبابريكا الحلوة. من بعد نخلط مليح قبل اللي نزيد 2 حبات طماطم. إذا الطماطم حبة كبيرة ديروا وحدة، إذا متوسطة ديروا 2. هنا أنا الطماطم رحيتها مليح في الروبو وزدتها. في نفس الصحن اللي كان فيه الطماطم زدت مغرف صغيرة طماطم مركزة أو نص مغرف كبيرة، وحليتها في كمية تاع الماء سخون، ونزيدها في لاكوكوط تاعي. ونقليو مليح هاد المكونات قبل المرقو بالماء سخون. بعد المرق راح نزيد كمية من الحمص، ونزيد حبة بطاطا تكون متوسطة أو صغيرة هنا كيما بغيتو. قصيت هنا مكعبات وربطة تاع دبشة، تقدروا ديروا معدنوس، تقدروا ديروا خليط بين المعدنوس والدبشة. نقفل لاكوكوت ونخلي البكبوكة تاعي طيب. قبل الطيب 10 دقائق حتى ربع ساعة نزيد لها قرن فلفل حار، ونعاود نقفل ونخليها تكمل طيابها. وهذا هو البلاطينة تاع اليوم، اللي كان بكبوكة بالكرشة أو بالدبارة. تاكلوه بالصحة من هنا، صحة غداكم وتبقوا على خير.